أهلا بكم إلى موجز الأخبار. يواصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي ماراثون مناقشات البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء بشر الخصاونة للمجلس يوم الأحد الماضي لنيل الثقة على أساسه. وأكد نواب في كلماتهم على ضرورة إعادة إنتاج مؤسسات الدولة والطبقة السياسية وإطلاق الحريات، وأشار آخرون إلى وضع برنامج وطني للإصلاح السياسي والاقتصادي يتضمن العمل على استقرار الدين العام ووضعه على مسار الانخفاض. تقدم رئيس مستشفى الجامعة الأردنية إسلام مساد بمجموعة مقترحات لضمان استمرارية تقديم المستشفى لخدماته العلاجية وتسديد احتياجاته من مستلزمات طبية ودوائية، ودعا إلى وضع خطة زمنية لسداد ديون المستشفى المستحقة والتي بلغت 125 مليون دينار، منها 104 ملايين على وزارة الصحة والنفقات العامة، إضافة إلى رفع مخصصات سداد ديون المستشفيات الجامعية المرصودة في الموازنة العامة. قال مدير مستشفى الأمير هاشم العسكري العميد الطبيب أمجد جميعان أن المستشفى من أقدم المستشفيات العسكرية في المملكة ويخدم فئات كبيرة في محافظة الزرقاء، وأعلن أنه سيتم استحداث قسم طوارئ خاص في المستشفى العسكري الميداني منفصل تماما عن طوارئ مستشفى الأمير هاشم، حيث سيتم افتتاحه قريبا ويتم تخصيصه بالكامل لحالات كورونا. دعت وزارة الأوقاف إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة يوم الجمعة المقبل تضرعا إلى الله تعالى بسبب انحباس المطر، وحث وزير الأوقاف المواطنين على الاستعداد للصلاة بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله وإصلاح ذات البين اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، مع مراعاة التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي. أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات استثناء أجهزة الحواسيب المحمولة والمكتبية الجديدة والمستعملة والمجددة من الحصول على الموافقات المسبقة من الهيئة لإدخالها إلى المملكة. وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي جبور أن هذا الإجراء جاء تشجيعا للتجار والمستوردين على استيراد وتوفير هذه الأجهزة، بما ينعكس على زيادة التنافسية وتخفيض الأسعار وزيادة الخيارات أمام المواطنين والتسهيل عليه. أكد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب أن طلب عصابات المستوطنين المتطرفين اليهود تفكيك قبة الصخرة المشرفة لإقامة الهيكل المزعوم يأتي في إطار المساس بقدسية المسجد الأقصى المبارك واستهداف متعمد لمشاعر المسلمين. وحذر سلهب من الخطورة البالغة لهذه الخطوة الذي يريد من خلالها حكومة الاحتلال إثارة حرب دينية شعواء في المنطقة عبر المساس بقبة الصخرة والحرم القدسي الشريف. قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم حتى الآن اكتشاف سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت المنظمة إلى أن الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس في الفترة حتى يوم أمس، وذكرت المنظمة أن الأمر يتعلق بحالات انتشار قليلة. وقبل الختام نذكر مشاهدينا بمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام. في أمان الله.